FM. الكلمة ليك. مش بالعالم. فهم بهم هالنشرة إخبارية ساخرة وخيالية خالية من المصداقية. جميع محتوياتها من عناوين وتفاصيل قام بعدها فلة من الإطار شبه صحفي اعتمادا على مصادر غير موثوقة. هدف الفقرة الدعاء بلا غير وكل تشابه بينها وبين الواقع فرامي مش بالعاني. ونوافيكم اليوم بحوصل لأهم أخبار الأسبوعية على الصعيد الوطني والعالمي. ضربة البداية بالحدث حيث صدر كتاب جديد للدكتور العلامة خالد شوكات، تجدونه قريبا في الحماصة وباعة الفول والكمية تحت شعار قرطاس خالد شوكات ياسر حلوات. خلال حفل توقيعه لكتاب نداء تونس 5 سنوات من العطاء، صرح خالد شوكات بعد 5 سنوات: ها أنا أرى أبراج شامخة تشق سماء سيدي بوزيد وشركات متعددة الجنسيات في القيروان ومركبات أو مركبات عفوا جامعية واقتصادية في الكامور. 5 سنوات من العطاء للوطن، عطاء بلا حدود. قال رئيس الجمهورية الباجي قيد السبسي بعد تسلمه لكتاب خالد شوكات 5 سنوات من العطاء أن الكتاب يعد ثورة في عالم الأدب والتوثيق لتاريخ تونس الحديث، إذ اعتبر الرئيس أن الكتاب يعد وثيقة مرجعية لتأريخ مسيرة المعطائين في تونس انطلاقا من روايتهم الشخصية. هذا وظف الباجي قيد السبسي لحب تونس يعطي وابن خالد شوكات معروف بالعطاء منذ الصغر. قرر اليوم رئيس الحكومة يوسف شاه تعيين سيد خالد شوكات مديرا للمطاحن الكبرى تقديرا لمجهوده في المجال، ويأتي هذا التعيين مباشرة بعد إصدار هذا الأخير كتاب يتحدث عن المسيرة الناجحة لحزب نداء تونس ومؤسسه خاصة الباجي قايد السبسي. اتهم مؤسس حزب الزيتونة عادل العلمي وسائل الإعلام التونسية بالتشويه أو تشويه حملته التي يعتزم القيام بها داخل الحانات، حيث أن حملته لا تستهدف قال عموم الزبراتة بل فقط الذين تتجاوز سلعتهم حارة وكابتين. هذا وتساءل عادل العلمي عن أسباب الحملة الإعلامية واللي اعتبرها ممنهجة ضده، خاصة وأنه من أكثر الفاعلين في المجتمع المدني نشاطا. فبعد الحملة ضد المفطرين انطلق في حملة ضد الخمرات وشرب الخمر، وسيشرع في القريب العاجل في حملة رفقة عادل المنفذ كالعادة لمعاينة الذكور إن كانوا مختونين أم لا. تداولت وسائل الإعلام الفرنسية والعالمية في مطلع الأسبوع أنباء غريبة عن إنجاب اللغة الفرنسية لطفلين توأم بعد اغتصابها من طرف السيد والي سوسا. هذا عبر والي سوسا في تصريح حصري لمراسلنا أشرف العطروس عن سعادته وامتنانه لوزارة الخارجية التونسية والتي منحته فرصة لكي يلقي خطابا تاريخيا أمام زعماء العالم، شاكرا رئيس الحكومة السابق حمد جبالي والذي ساعده كثيرا في صياغة خطابه باللغة الفرنسية وقدم له عفوا عديد النصائح في طريقة النطق باللغة الفرنسية. خلال اتصال هاتفي جمعه بنظيره الفرنسي عبر رئيس الجمهورية التونسية الباجي قيد السبسي عن بالغ أسفه واعتذاره من الدولة الفرنسية شعبا وحكومة لما بدر من والي سوسا خلال إلقاءه لكلمة في فرنسا، وتوعد الباجي قيد السبسي بتقديم عقاب شديد لوالي سوسا يتمثل في شكل خطية حيث سيقوم بكتابة خطابه 100 مرة. كشفت وزيرة الطاقة أن الارتفاع القياسي المسجل في استهلاك الكهرباء تعود أسبابه أساساً لاستعمال المكيفات المهربة كونترا، ودعت الوزيرة عموم المواطنين إلى استعمال مكيفات محلية الصنع نظراً لأنها تشتغل بزيت الخروع. في تصريح غريب لوزير الفلاحة سمير بطيب قال الإشكاليات المتعلقة بالمياه في تونس تتجاوز وزارة الفلاحة، مضيفا أن المياه تابعة للرصد الجوي. في طار دعمها للموسم السياحي وحفاظا على صورة تونس في الخارج، نشرت وزارة السياحة ومضة تحسيسية لعموم المواطنين وخاصة مستعملي الانستغرام، فيها نصها التالي عفوا: عزيزي المواطن قبل ما تعمل سيلفي تفقد ضبابتك، عيش الزين.
علمت وكالة رمي الأنباء من مصدرها الخاص أن والي نابل منور الورتاني ألغى اليوم زيارة فجائية كان من المنتظر القيام بها لشاطئ سليمان، وذلك بسبب غياب الفريق الصحفي اللازم لتغطية الحدث. هذا وامضت ولاية نابل عقد شراكة مع استوديوهات الجفالي لمدة 5 سنوات، وذلك لتوفير التغطية الإعلامية اللازمة لزيارات الوالي. نجاح جديد سجلته اليوم المستشفيات التونسية، حيث نجح أول فريق طبي تونسي في انتزاع ساكوش من مواطن تونسي عائد من فرنسا بعد عملية دامت أكثر من 12 ساعة. قال القيادي بحركة نيدا تونس بوران البسيس أن استقبال المدير التنفيذي لحركة نيدا تونس حافظ قيد السبسي للفنان راغب علامة وتكريمه يعود لغناء هذا الأخير لأغنية الحدث باخذ من عمري وبعطيها، والتي تتماشى مع روح كتاب نيدا تونس 5 سنوات من العطاء. هذا وصرح الفنان العربي والنجم العالمي راغب علامة لمراسلنا أشرف العطروس أنه انبهر بكثرة العطاء في حركة نيدا تونس وأعجب بذلك، وأضاف بالحرف الواحد في نيدا تونس العطاء أعطي مسد. ختاما حول تمرير قانون المصالحة، قال سفيان توبال أن كتلة نيدا تونس قامت بتمرير قانون المصالحة بالسيف في فصل السيف. نهاية الموجز مع الشكر لأشرف العطروس في الأعداد ورامي مكلين في التنبير. الكلمة ليك.